إذن قانون تجريم إهانة رموز مصر التاريخية والدينية وأيضا الشخصيات التاريخية، هل هو قانون نحن بحاجة إليه الآن؟ سؤال أبدأ به حواري مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أهلا أحمد. بك أستاذ أيمن، أهلا بحضرتك. يعني حالة من الجدل، يعني ممكن نعيدها أو نعيد التفكير في هذا القانون بعد مثلا تصريحات أثارت الجدل بشكل مباشر خاصة بالمفكر الدكتور يوسف زيدان ومتعلقة بشخصيات تاريخية، يعني كان في آراء صادمة عنها مثل أحمد عرابي، صلاح الدين الأيوبي. تعتقد أنه تم التفكير في هذا القانون نظرا لهذه الوقائع؟ هو للأسف دي الأسباب اللي تم يعني اللي أدت للتفكير في القانون فعلا، رغم أنه الموضوع سابق للتصريحات المثيرة دي يمكن بلا مبالغة بعشرات السنين. يعني للأسف قدام تاريخ الرسمي، يعني غير الرسمي، اللي خارج المقررات الدراسية، اللي خارج المحاضرات العلمية، التاريخ الشعبي اللي الناس تعرفه للأسف كله أو بنسبة 90% منه مزيف. أنا مش عايز أصدم حضرتك إذا قلت أنه الجماعة الإرهابية أو جماعة الإخوان هي اللي كاتبة هذا التاريخ الموجود عند المصريين في الأوساط الشعبية. يا حضرتك متفق مع الدكتور يوسف زيدان في بعض الأمور، أفهم من كده؟ لا لا، أنا مختلف معاه تمام، مختلف في ما توصل إليه هو. لكن أنا عايز أقول لك، عايز أقول إنه التزوير في تاريخ المصريين ابتدأ قبل يوسف زيدان بكتير. ربما كان في غفلة، يعني الدولة فضلت فترة طويلة يعني مش منتبهة للموضوع، لكن جت تصريحات يوسف زيدان يعني لفتت انتباه الكل انه آن الأوان لوجود وقفه في هذا الموضوع. طيب تمام، بغض النظر عن هذه التصريحات وصحتها من عدمه، لان ده تخصص طبعا يعني المؤرخين والمتخصصين، الفكره نفسها عندما يعني اصدر قانون بيجرم المساس او اهانه الشخصيات او الرموز التاريخيه والوطنيه والدينيه، اولا انا احدد ازاي هذه الشخصيات في ظل وجود شخصيات تاريخيه اختلف عليها مثلا على سبيل المثال؟ انا هقول لحضرتك، هو احنا الموضوع اللي بنتكلم فيه ليه كذا بعد. اولهم بعد القانون نفسه اللي متقدم للبرلمان، البعد الثاني الاجواء اللي احنا عايشين فيها، البعد الثالث ارتباط الاثنين بفكره المؤامره على مصر وفكره افشال الدوله المصريه، البعد الرابع ايه الحل، يعني هنتصرف ازاي فيما يجري. تبقى للنص المقدم لمجلس النواب اللي حضرتك لسه اشرت اليه قبل الفاصل، احنا قدام قانون مكون من 5 نقاط اساسيه. النقطه الاولى بتتكلم على يحظر اهانه الرموز الوطنيه، وبعد كده بيحل موضوع التفاصيل للقانون واللائحه بتاعته. نمره 2 بيعرف الرموز الوطنيه اللي قصدها ان هي الرموز الجايه في كتب الدراسه او اللي سجلت التاريخ المصري. بعد كده بيحل التفاصيل برضه للقانون نفسه وتفاصيله واللائحه التنفيذيه بتاعته. يعني شخصية وردت في الكتب الدراسية هي شخصية تاريخية يحظر المساس بها أو إهانتها. بالظبط كده، أو جاية في الوثائق الرسمية للدولة. الحاجة الثالثة بيتكلم على العقوبات بقى، بيتكلم من 3 سنين ل5 سنين حدين أقصى وأدنى وأقصى، بيتكلم على غرامة 100,000 و500,000 حدين أقصى وأدنى، وبعد كده إذا تكرر بيزود العقوبة من 5 ل7 سنين ومن بتوصل لغاية 1,000,000 جنيه غرامة. إذا تكررت أكثر من مرة. إذا تكررت مرة ثانية. النقطة الرابعة إنه بيمنح الباحثين أو أي حد بيعمل دراسة علمية إنه يعني خارج إطار العقوبة، يعني إذا هيتكلم على رمز من رموز الوطنية في مجال دراسته أو بحث علمي أو رسالة ماجستير أو دكتوراه. البند الخامس طبعا بيقول إنه يتنشر في، يعني يبقى في الجريدة الرسمية، يعني ساري من بعد نشره في الجريدة الرسمية. هنا توقف عند أكثر من نقطة. طيب تفضل. الأولى إنه يحظر إهانة الرموز الوطنية، يجي في الاخر اللي انا لسه قايلها لحضرتك انه يبيح للباحثين انه يتناولوا باي طريقه. طبعا اهانه مقصود بها التجريح والشتيمه اللي هي السب، يعني طبعا الباحثين واللي بيدرسوا او بيعملوا رسائل علميه ما بيستخدموش الالفاظ دي في رسائلهم، انما بيستخدموا المنهج العلمي في البحث والدراسه. صحيح. النقطه الثانيه يعني ايه جون في الكتب المدرسيه؟ طب انا افرض حد مش موجود في المنهج التعليمي لكن رمز كبير، هل يجوز التعرض ليه ولا لا يجوز التعرض ليه؟ يا حضرتك شايف انه القانون ما وصفش محتاج يتظبط يعني بدقه مين هي رموز اللي يجوز او لا يجوز بالظبط. انا شايف انه اتعمل بشكل انفعالي ومستعجل، فعشان كده ما تمش سخطه يعني بشكل محدد وقاطع.
خصوصا ان اغلب الحاجات بيحلها القانون اللائحه التنفيذيه. انا مش عارف بقى هيتحط ايه في القانون واللائحه التنفيذيه. فصحيح احنا عايزين نحمي رموزنا كلها الوطنيه والدينيه، لكن لازم قبل ما ندي شيك على بياض للبرلمان انه يطلع قانون لازم يبقى عارفين القانون كله من اوله لاخره، والا هتبقى المخاوف اللي عند البعض حقيقيه انه فعلا ممكن يبقى مقيد لحريه الراي والتعبير. انا في فرق بين اهانه رمز وانتقاده، في فرق بين ان انا اجرح رمز زي ما حصل من الدكتور يوسف زيدان او غيره وقال الفاظ طبعا لا تليق حتى على شاشه قناه النيل احنا نعيدها من تاني، وبين حد بيمسك موقف تاريخي وبينتقده وبيحلله وبيوصل لنتائج منه مفيده للناس. ايوه الفكره ان انا لما اقول مثلا على شخصيه تاريخيه انه الفكره الذهنيه المتخذه عنها انه يعني حرر اراضي عربيه، انه كان نصير للضعفاء، كان حامي لامته، ان انا اقول عنه انه بعد البحث والتاريخ انه لا، على العكس من ده قاتل، هنا توصف انها اهانه؟ هنا بقى ترجع حضرتك لحال كل الموضوع كله للمتخصصين، لانه ثبت مثلا على سبيل المثال في قضيه الدكتور يوسف زيدان في موضوع يعني صلاح الدين ايوبي او الزعيم احمد عرابي، انه في الحالتين استند لمصادر معاديه للحقوق العربيه، وتحديدا في مساله يعني على سبيل المثال في صلاح الدين استند لمصادر معاديه لما فعله صلاح الدين، وفي احمد عرابي استند لمصادر بريطانيه كلها معاديه لما للسلوك احمد عرابي وتصرفه قبل وبعد الاحتلال البريطاني. فانت قدام مواقف ما يقدرش يحكم فيها الا زي ما حضرتك قلت كده في الاول المتخصصين طبعا. وبالتالي ده ملوش علاقه بقى بالاهانه، ليه علاقه بواقعه تاريخيه مطلوب يعني بحثها ودراستها وانه يتقال فيها القول الفصل من المتخصصين. لكن شوفي حضرتك اللي حاصل زي ما قلت كده في المقدمه اللي انا قلتها، انه تعال نشوف المناخ اللي حاصل فيه الموضوع. انت قدام شباب او اجيال زي ما حضرتك قلت قبل الفاصل قبل ما نبدا الفقره، انه قدام اجيال طالعه مفيش كل الرموز اللي قدامها تم يعني اهتزت صورتها قدامها بالظبط، تم يعني القدوه مش موجوده، المثل الاعلى مش موجود عند اغلب الشباب والاجيال الجديده، طالعين عندهم الانتماء في مشكلة بسبب انه كل حاجة كل الثوابت اللي سمعوا عنها قبل كده هم وابائهم بقي كلها مشكوك فيها، سواء للرموز الوطنية او حتى الواقعة التاريخية اللي كبروا والنهاردة بيتم يعني المساس بيها وتشويهها. انا عايز اقول لحضرتك اضرب لحضرتك مثل سريع، الرئيس السيسي لما كان في فيتنام من عدة اسابيع المكان الوحيد اللي زاره خارج زيارة رسمية هو ضريح او قبر هوشي منو اللي هو الزعيم الفيتنامي الشهير. هوشي منو ده الرئيس الذي تحدى الامريكان في فيتنام. هذا الرجل قدم في وجوده وهو بيتحدى الامريكان 2 مليون 100 الف شهيد، 4 مليون وشويه جرحى، 13 مليون مشرد. هذا الرجل بيعتبروه انتصر على الامريكان رغم كل هذه الخسائر، ورغم ان المعارك في فيتنام كانت بطول البلاد وعرضها مش في منطقه محدده. احنا بقى في ملحمة 56 اللي احنا قدمنا 3000 شهيد، 30000 جريح، اكتر منهم بشوية مهجرين لانه طبعا كان بورسعيد 56 كان لسه عدد السكان قليل. تمام. 2 مليون فدائي تقدموا لحمل السلاح وحملوا السلاح فعلا، معنى ذلك انه جم من كل مصر، كان عدد سكان مصر ساعتها 18 مليون، معنى ذلك ان كل محافظات مصر جاي منها فدائيين ومتطوعين، حتى في اعداد كبيره من تحت السن كانوا مصرين. صور السيدات لغايه النهارده موجوده، البريطانيين والفرنسيين والاسرائيليين انسحبوا، رجعت قناه السويس وبنيت السد العالي، ومع ذلك في ناس اغلب الشعب المصري يقول لك دي نكسه وهزيمه. فاحنا قدام تشويش غير معقول، او الصوره الذهنيه ان النصر الحقيقي فقط في 73 بالظبط، وكل يعني حرب طويله كللت بالنصر في 73، لكن فيها خطوات يعني حضرتك تقصد انه لا يجب الاستهانه بيها، او في مراحل لا يجب الاستهانه بيها خالص. ومع ذلك احنا تسالي اي حد، النظره دي بتنظر تحديدا لحرب الاستنزاف انها ظلمت كثيرا، والاستنزاف كمان يعني ما قبل الوصول للنصر. الحمد لله اخيرا يعني مش اخيرا بس في قرار بثلاث افلام تسجيليه فيهم واحد عن واحد من اكبر ابطال حرب الاستنزاف هو الشهيد ابراهيم الرفاعي. كل اعمال ابراهيم الرفاعي تقريبا كانت في حرب الاستنزاف. فاحنا عايز اقول لحضرتك انه التاريخ الموجود المتعارف عليه عند في الاوساط الشعبيه
كله غير صحيح وغير حقيقي، وتم تشويهه بشكل بفعل فاعل وبشكل يعني غير مقبول. ما نقول غير صحيح ده احنا يعني وكأننا بنشكك ايضا، يعني ممكن نقول انه في مراحل ظلمت، لكن حضرتك يعني بتقول انه في امور تم تشويهها لا، تماما. لما يتقال حرب 56 هزيمه، هزيمه ازاي؟ اي معارك بتقاس بالنتائج. انا لسه ضرب حضرتك مثل بفيتنام، اذا هيقيسوا بعدد الشهداء والجرحى ما يعتبرش نصر خالص، لكن تسالي اي حد في العالم الفيتناميين انتصروا ولا الامريكان، يقول لك فيتنام هزمت امريكا. وفي طبعا بالظبط احنا بقى العدد الضحايا لا يقارن، يعني هم ادينا 100 مره. ويعني لو صح احداث المقارنه ينظر الى فيتنام ان وحدتها كانت سبب قوي في انها تقف قدام عدو شرس زي الولايات المتحده، ونفس الامر ينطبق على مصر مع فشوف اسرائيل. بقى هم بقى بيحتفلوا ازاي بانتصارهم على الامريكان، وبيقدروا الرئيس الذي صمد قدام الامريكان، احنا عاملين العكس. وزي ما حضرتك قلت كمان بمثل بحرب الاستنزاف، اغلب الناس ما تعرفش حاجه عن حرب الاستنزاف، لا تعرف شدوان ولا تعرف تدمير ايلات المينا 3 مرات ولا تعرف تدمير المدمره ايلات و طب هنا ممكن يكون في عشرات تعارض، يعني العمليات. دي أصوات بتنادي أنه يجب النظر إلى التاريخ من جديد، ويعني فيما يتعلق حتى بما أنه القانون بيتطرق للشخصيات الدينية، إحنا بننادي في تجديد الخطاب الديني. عندما نتحدث عن قانون يجرم إهانة هذه الرموز والشخصيات، هل ده في وجهة نظرك يتعارض مع نداءات التجديد سواء للخطاب الديني أو للنظر بصورة أكثر إنصافاً إلى التاريخ من جديد؟ ده بيتعارض؟ هيتعارض لو احنا هنتكلم على انه تناول سيرة او مسيرة عدد من الرموز الدينية بشكل مهين هيبقى يتعارض، لكن انا اذا كنت هنتناول بالنقد العلمي والموضوعي سيرة اي فقيه او رمز من الرموز الدينية بشكل لا فيه تجريح ولا فيه تزييف للواقع طيب التاريخي. القانون مميز بين ده اني انتقد شخصية او اهنها، لانه الفرق اكيد كبير وواضح في استخدام هو الالفاظ. هو في المادتين اللي قلتهم لحضرتك عايز يميز، بس اي محامي شاطر لو في اي قضيه هيقعد هو محتاج صياغه اكثر محتاج دقه، صياغه اكثر دقه. ده تعقيبك عليه بالظبط. اذا هنبتعد عن الاهانه والتجريح، الاهانه والتجريح حتى في قانون العقوبات اللي هو السب والشتيمه طبعا زي ما حصل يعني من يوسف زيدان، او انه نتعرض بالتزييف التاريخي اذا كنت انا هزور تاريخ واحد منهم، ده لا لي علاقه لا بالعلم ولا بالتاريخ ولا بالموضوعيه. إذا أنا ضمنت الاثنين دول إنه لا في لا إهانة ولا تجريح ولا في تزييف لواقعة تاريخية، اتفضل قول اللي أنت عايزه. يعني أنا هنتقد مثلا سعد زغلول على سبيل المثال انتقاد موضوعي وعلمي وبشكل حتى المنهج العلمي بيتكلم عنه، لا هسبه ولا هشتمه ولا هزيف وقائع تاريخية. ده مثال طبعا. مثال. هل هبقى ده أنا أتعرض بقى أبقى تحت سلطة القانون؟ مسألة هتبقى صعبة جدا ومحدش هيكتب حاجة. فكرتيني كمان انه في نص القانون بيتكلم عن الباحثين والدارسين، طب لو صحفي هيكتب؟ لو كاتب هيكتب؟ او لو وسيلة اعلام استضافت احد الباحثين، ما هو هيكلم عن بحثه هيتكلم فيها، هل هيبقى تحت نظارة القانون ولا خارج نظارته؟ ففي حاجات كتير في القانون لازم توضح ولازم تتحدد بشكل ادق من كده. تمام، احنا في حاجة إلى مثل هذا القانون، لأن حضرتك يعني وصفت في البداية أنه ممكن يكون حالة انفعال أو ردة فعل كحالة، احنا بحاجة إلى هذا القانون في بحاجة طبعًا. احنا بحاجة بحاجة طبعًا. رغم بس كل تحفظاتك. بس يتحدد فيه الشرطين دول، أنه ضد الإهانة والتجريح، ضد تزييف التاريخ وتزويره. أي حاجة بعد كده مباح، أي حد بينتقد موقف تاريخي، حد مختلف مع زعيم من الزعماء ده حقه. يعني معادلة أن أنت يعني أو يكون في ضوابط أو التزام وتفعيل قوانين بدون المساس بحرية التعبير، ده أمر سهل ولا صعب في رأيك؟ لا سهل، لو القانون اتحدد بصياغة محكمة ويبقى فيه واحدة يعني موضوعية في نصوصه نقدر نوصل للحكاية دي. تمام. طيب على ضوء واقعة الدكتور يوسف زيدان وغيرها، يعني مش عايزين نخصص بأنه يعني احنا بنتكلم على واقعة تصريحات يعني دكتور اللي يوسف زيدان. لا ده متعلق بسؤالي اللي جاي، شايف ان النوعية دي من التصريحات ممكن يكون ليها جانب ايجابي انه بيخلي الاجيال الجديده انها تفكر تبحث تقرا تبني راي على هذه الشخصيات التاريخيه، ولا يعني الراي من كتر ما بيكون صادم ممكن يكون اثره سلبي فقط بتشويه كل رموز وعدم وجود اي قدوه، الكلام اللي احنا كلنا قلناه؟ لا اثره سلبي طبعا جدا، لانه احنا شروط اللي حضرتك بتتكلم عنها دي مش موجوده، لا القراءه في اعلى معدلاتها في مصر ولا
دور النشر يعني اصداراتها ما شاء الله، بالعكس احنا بالمعدلات بتقول ان احنا في مستوى متراجع جدا طبعا في الاصدارات وفي مستوى القراءه. فلما تبقى الثقافه السمعيه هي السائده في المجتمع، وفي كمان يعني شغل الالكتروني بيخدم على الافكار السلبيه والشريره، يبقى احنا بنحط الاجيال بتاعتنا قدام مأزق طب ده كبير، يتغير ازاي يا فندم؟ خصوصا كمان ان التعليم مش مساعدنا لسه، المنهج ما طبعا مش يعني لسه مساعد. ما اتغيرش زي ما احنا عايزين. يعني ابتدى الدكتور طارق يغير، لكن لسه ما وزير التعليم دكتور طارق لكن شوقي لسه ما اتحطش او لسه ما وصلش للمعدل اللي ممكن يبقى يعني مأمنين ابنائنا واطفالنا في المدارس. ويعني بما يتعلق بابنائنا في ده اسمه يعني وسائل التواصل الاجتماعي او عالم دي التكنولوجيا، الكارثة كلها. يكون هو مصدر المعلومة مع هي كثير حاليا من دلوقتي كده المغالطات اللي ممكن تكون داخلة يعني لكي تبت في أذهان أبنائنا بشكل متعمد، ده بيضع خطورة كبيرة على هذا الأمر. ده شغل الأساسي. يعني حضرتك ده بتقوليه هو الشغل الأساسي. أنا عايز أقول لحضرتك بس إنه أحد كبار رجال المخابرات في العالم يوري ديزمانوف، أحد رجال المخابرات السوفيتية السابق، هرب من الاتحاد السوفيتي سنة 72، راح الولايات المتحدة الأمريكية، وقايل إنه إحنا في المخابرات السوفيتية كنا بنمارس إسقاط الدول من خلال العبث ب اللي هو اللي إحنا بنسميه اللي إحنا كنا لسه متناولينه، العبث بالعقول. اللي إحنا كل اللي إحنا لسه كنا بنتكلم عنه في مؤتمر اسكندرية للشباب، اللي هو إسقاط الدول وهدم الدولة، أو مخططات يعني إسقاط الدولة وهدمها. قايل إن إحنا جزء من اللي بنعمله إن إحنا بنشكك الناس في تاريخهم وفي معتقداتهم، وفي فصل كامل على الضرب في قيم المجتمع. طبعا في كلام كتير هو قايله، لكن من اهم الحاجات دي الثوابت الوطنيه والرموز القوميه ومقررات التعليم والمناهج الدينيه. هم مرسوه لما يتكلم سنه 72 على الكلام ده يبقى مرسوه، شوفوا من امتى. فالموضوع قديم، عشان كده بقول لحضرتك ان الموضوع قبل يوسف زيدان وغيره، لكن عشان طبعا وسائل الاعلام الحديثه خلت كلام يوسف زيدان يوصل لأعلى بشكل مراحل أسرع أو بالظبط، يحدث صدمته الكبيرة. الصدمة الكبيرة. ده اللي خلى رد الفعل يجي سريعا بالقانون، وربما الاستعجال ما خلاش نصوصه تبقى على المستوى اللي احنا نتمناه. لكن هي طبعا راجل نيته حسنا الست النائب عمرو حمروش، صحيح هو من تقدم بهذا القانون وفي 59 نائب آخرين أيضا مؤيدين، هو طبعا لسه الأربعة زي النهاردة تقريبا. لكن أنا أدعوه أنه يعيد تاني صياغة القانون بحيث ما يبقاش فيه اي يعني منفذ لاي حد ممكن نتلاعب بيه ويحوله الى نقمه مش نعمه للمجتمع. طيب احنا محتاجين يعني قرار جريء عشان نحط تاريخنا في مكانه الصحيح، نحط رموزنا الحقيقيه اللي تكون قدوه لابنائنا في مكانها الصحيح، ثوره في المناهج في التاريخ في التعليم نفسه. ده محتاج جرأه في القرار ولا محتاج قوانين؟ لا محتاج الاثنين، لانه محتاج اولا الرؤيه تبقى الرؤيه موجوده. انا عايز اخرج اولادي واعلمهم ايه يعني يعني مش عايز اضرب حضرتك الامثله ممكن تبقى مزعجه، لكن انا اقول لحضرتك على سبيل المثال احنا دوله تاسس نظام الجمهوري سنه 53، اسسه ابناء الجيش المصري لما قام بثوره 52. هذا النظام الموجود يستمد الشرع على كل الرؤساء السابقين بيستمدوا شرعيتهم من ثوره 23 يوليو ما عدا الرئيس الاخواني اللي كان خارج الاطار الموضوع. صحيح. كل 23 يوليو 52 سفرات مصر في الخارج بتستقبل ضيوفها وبتحتفل بالعيد القومي للبلاد. هل ده موجود في مناهج التعليم؟ هل ده شايفه حضرتك انه بالتوازي موجود في باقي الممارسات؟ ولا تلاقي ممكن تلاقي قناه يعني ممكن بس ده بيكون يوم احتفالات في التلفزيون وفي كل وسائل الاعلام، وبيكون بنكون حريصين التذكير بما حدث في هذا اليوم، تمام. نقلة في تاريخ مصر. تمام، هل ده بيحصل في مناهج التعليم؟ هل هو موجود؟ هل هو موجود بشكل رسمي تلاقي مثلا أكيد موجود يا فندم في مناهج التعليم، يعني ما عنديش، بس يعني حضرتك شايف إن هو مش موجود كما يجب؟ لا أنا بتكلم على فكرة إنه يبقى في رؤية شاملة، يبقى في اتساق في كل حاجة، أنا عايز إيه أعمل إيه علشان ده يتحول إلى مناهج تعليمية ينزل للطلبة يدرسوه ويتعلموه، يبقى ده موجود حتى في قصور الثقافة وبيوت الثقافة. يبقى ده موجود في مراكز الشباب والانديه الرياضيه. يبقى في رؤيه شامله احنا عايزين نعمل ايه بالظبط؟ عايزين نعلم اولادنا ازاي ونطلعهم ازاي؟ ما يبقاش عندهم اسئله، ممكن تلاقي في برنامج تلفزيوني شغال في يعني دعايات شريره لفتره تبييض فتره الاحتلال البريطاني مثلا، كلها الهدف منها الطعن في ما قام به الجيش المصري وابنائه سنه 52. بدون ممكن يبقى بدون قصد، وطبعا في روايات تاريخيه كاذبه كلها على فتره الاحتلال البريطاني
او الفتره الملكيه عن ان احنا كنا مدانين بريطانيا، وده غير صحيح. احنا كنا ساعدناهم في الحرب العالميه وما رضوش يدفعوا الفلوس، يعني بلطجه ودليل عار مش دليل. ان احنا ادينا بلجيكا قروض، غير صحيح. هي في نقطة كمان يمكن ما تطرقش ليها القانون، وممكن يكون برضو من الأمور المهمة. إحنا بنتكلم عن أفلام أو أعمال درامية ممكن تكون ساهمت في تشويه التاريخ، ولأنها بتوصل أسرع، بما أننا يعني القراءة هي آخر اهتماماتنا، بتكون هي مصدر المعلومة للأسف. يعني، وده شيء يعني نظرا لمجتمعنا في رأيك يعني لازم ضوابط تحدده الشخصية التاريخية اللي بيتم تناولها في أي عمل درامي، إزاي يتم نقلها؟ مظبوط تماما. طبعا عند حضرتك حق، لانه ما فيش مراجعه بتبقى العلم بقى، يعني علم التاريخ ما بيبقاش موجود، بيبقى فيه الهوى السياسي. يعني كل ما بقى اغلب ما نشهده من اعمال دراميه بيبقى فيها متحكم فيها الهوى السياسي اكتر من الوقائع التاريخيه. ولذلك بيحصل بقى الجدل اللي بيحصل بعد كل عمل، وتلاقي المعارك شغاله زي ما حضرتك بتتابع. لكن مع انه خطا ان معلوماتنا تستمد من عمل درامي، لكن هو ده الواقع عمل درامي اللي لازم نعترف بيه. المنتج احنا مش عارفين من وراه، مش عارفين ايه الهدف من العمل، وخيال الكاتب ده حاجه ما نقدرش نتحكم فيها. بالزبط. كمان ربما كاتب ليه خصومه مع حد معين، مع حاكم معين، ازاي نسيبه يقول لاولادنا وللشعب المصري كله وقائع تاريخيه على مزاجه هو، يعني هو هو اللي شايفها من وجهه نظره انها كانت كده على عكس الحقيقه وعلى عكس التاريخ. انا عايز اقول لحضرتك اختصارا، طالما ما فيش اهانه او تجريح لرمز النرموز، طالما ما فيش تزييف او تزوير وقائع تاريخيه، تفضل يعني تناول بالانتقاد وبالشكل اللي فيه ما يفيد المجتمع اي حاكم او اي زعيم او اي واقع تاريخي. تمام، انا بشكرك جزيلا كاتب الصحفي استاذ احمد رفعت. العفو يا فندم. اشكركم مشاهدينا على المتابعه والى اللقاء.